وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفات الصحابة رضي الله عنهم، ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم، مثلهم يعني صفتهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع.